You don't have to go. I don't have to go where? Forward. خلال الفيلم نشوف لمحات من الأسباب اللي خلقت هذه الشخصية الانطوائية وسلبت ثقتها بنفسها وعزلتها عن العالم. الطالبات الاثنين بالمدرسة اللي يستهزون بطريقة مشية هم نفسهم العاملات بتالسي تاون، محل الآيس كريم اللي كان يحب الأغنية مع الإعلام مالته بطفولته. هذول يعكسون إحساسه بالخجل والدونية أمام البنات وخاصة اللي يتميزون بالجاذبية، بينما البنية الانطوائية اللي أيضا تظهر بالمدرسة وبتالسي تاون فهي تعكس صورته السلبية اللي رسمها لنفسه، ولهذا لما ينطيها الفلوس نشوف نفس الطفح الجلدي على يدهم.